طبعا هذا اللون الفكاهي اللي نعرف به ابو بكر رابح في الفتره الاخيره، الشعر الفكاهي او الكوميدي كيف ما يقولوا عليه. فحبيت انا نغير في نهج الشعر الشعبي على اساس زي ما قلت لك في البدايه السد، حاولت نغير في الموضوع الشعر الشعبي على اساس نطوره مع تطور الوقت، وعلى اساس الشباب يقعد واضع عندهم. طبعا قصيده مشرف ونسرين هذين طبعا بنتين تلاقيهم في الجامعه، وحكان مشرف وين قضت العطله ونسرين وين قضت العطله. المهم تلاقن مشرف ونسرين، تلاقن مشرف ونسرين نهايه عطله نص العام بعد غيبه قيس اسبوعين وراحه من الفصل والاقلام. هذه تنشد في هذه وين قضيتي هالايام، حكت نسرين على البحرين ورحلتهم لعند الشام، وقالت سفرنا للصين وسفرنا لامستردام، اللي معايا ماما وحنين وعريش خطيبة وسام، اما بابا في الارجنتين مع عم وبنت سيها. وقالت جبنا سيديين وكرتونة شرطان أفلام، وجبنا جهاز التلوين عليه موسي خوي عصام، وماما جابت فستانين الخالاتي هند وهيام، وجابت الجديدة جوزين حدايد وصوارة صدام. قالت وحضرنا حفلة ملحم زين ووليد وكاظم وأحلام، وشفنا زفة سوريين الدبكة بالطبل والقدام، وفي الصين لقينا وحدين شرينا منهم ريش نعام، وزرنا متحف في بكين وزرنا مدينة الأقزام، صورنا غادي فيلمين شرت ماما لوحة رسام، ثمنها بالدولار 2000 اللي رسمها هو كان جام، وأحسن ناس الهولنديين احترام وذوق ونظام، قضينا عطلة مبسوطين أيام سعادة وانسجام، ويا مشرف مشيتي وين أكيد جوك كان تمام. قالت له يا مشرف مشيتي وين أكيد جوك كان تمام. قال حكت مشرف بصوت حزين وما في نيتها الكلام، وقالت نوختي سلمين عمدنا عيد خالي خام خام، وودنا أخويا جبريل معاه ولد سيدي شمام، مقبل عيد خالي نازلين احنا وادي رزق الفحام، براريك كبار وبيتين ربيع بنوه الله قدام، وصار طار ولد جبريل وطمت زيطة 7 أيام، وجابوا فرعة غنائين يغنوا عن نار ولوهام، ويطروا في ضوء الجبين الغالي بوم مشوط عرام، غنايا واللي مرهونين اللي صاب الله ما دام، اللي جاب الدار بعيدين اللي منهم عقلي ما نام، وقال سجلت شريطين غناوا ياس وشي من اليام، بعدها صار مجلم زين وما غاب علينا جليم، تريس بوادي هجيين ارحم الطوقة ارحام، ذبحنا ليلة شاتين اسمان وكفرنا الطعام، وطولنا نحن وعيين قمر زاهي ما هناك ظلام، اللي تخرف خالتي حملين على إصابة هذاك العام، وراجعة قال اتخرفتين علم بسيسي ام الله. هذه طبعا قصيدة مشرف ونسرين.